يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ذكره المؤلف من قوله الحروز والهياكل التي قصده أن الخلق يعظمون أشياء ويعتقدون أشياء كثيرة ويعتمدون عليها، فلنأخذ بكل ما اعتقدوه وبكل ما قالوه وبكل ما فعلوه، نقول هذه أعمال وهذه أقوال علماء وأقوال ناس قبلنا؟ الجواب لا، نعرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فكونك تأخذ بطائفة دون طائفة هذا تحكم بدون دليل، لا ميزة لبعضهم على بعض، ما دامت أقوال المخلوقين غير معصومين وكلها سواء، لا تعتمد منها إلا ما دل عليه الدليل، وإلا يلزمك أن تأخذ بأقوال المنجمين وأقوال عبدة الكواكب والخرافيين. نعم.